اليوم 24 من ديسمبر عام 1951 صارت ليبيا الموحدة بلداً حراً ومستقلاً وعلى طريق البناء والرخاء والحضور الفاعل في المحافل العربية والإسلامية والأفريقية والدولية. في هذا اليوم المجيد لبست البلاد حلة الابتهاج وزف فيه الملك إدريس الأول بشرى التحرير والاستقلال في كلمة تاريخية مؤثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعبنا الكريم تسمي الظالم في الأمة الليبية الكريمة أنه وسيلة لإنهاجها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر سنة 1946 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة. ولم يكن الليبيون لينسوا في هذا اليوم ما أكده مليكهم بأنه من السهل الحصول على الاستقلال لكن من الصعب الحفاظ عليه، ولهذا فإنهم ذاذوا عن ليبيا بأرواحهم لتتمتع بالسيادة والحرية دائما. وتحت راية الاستقلال اتحد الليبيون عربا وأمازيغ ومن جميع القبائل والشرائح والطبقات ليشيدوا وطنا مهيبا وحياة دستورية، بل ويسبقوا دولا كثيرة على طريق الانتخابات النيابية الحرة. وفي العام 1954 استقبلت ليبيا الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا في خطوة مثلت تطوراً في العلاقات بين البلدين ونقطة انطلاق إلى علاقات جديدة مع دول أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة. قد استقبلها الملك إدريس في بلدة طبرق حيث تحتفظ بريطانيا بقوة حماية هناك، واستقبل الموكب بحفاوة من أهالي المدينة. وإذ تكاملت تشكيلات الحكم الدستوري الديمقراطي وقد انتقلت دولة الاستقلال إلى تنمية علاقات ليبيا بالدول العربية، وكان حضورها فاعلاً وناشطاً ومحورياً، وقد ظهر هذا الدور في إطار الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية. Thank you.
كما سبقت دولة الاستقلال الليبية غيرها من دول المنطقة بتشريع دستور عصري هو دستور العام 1951 الذي يؤكد في مقدمته على تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والأخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام. كما جاء في مادته 11، الليبيون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية. وفي مادته 22 قضى بأن حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل. ففي أكتوبر من عام 1962 قام ولي العهد الأمير الحسن الرضا السنوسي بزيارة واشنطن لوضع العلاقات بين البلدين على طريق التطور. Dear Royal Highness, on behalf of the President of the United States and in the name of the American government, I welcome you to the United States. We're pleased to have you here as the first official visitor to this country from the United Kingdom of Libya. وكان برفقته وفد رسمي، وتضمنت الزيارة لقاءات بالرئيس كينيدي ونائبه ليندون جونسون ووزير الخارجية دين راسك. ووقع الجانبان اتفاقات مختلفة على قاعدة المصالح المتبادلة. قام ولي العهد بزيارة المركز الإسلامي بالعاصمة الأمريكية واشنطن وقدم له تبرع ماليا، كما استقبل الطلاب الليبيين الدارسين في الولايات المتحدة وضباط الليبيين يتدربون على صنوف الدفاع في بلادهم. وشملت هذه الزيارة بناية الأمم المتحدة في نيويورك، حيث استقبل الأمير الحسن الرضا من قبل أمينها العام يوثانث وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية، وألقى كلمة مؤثرة قال في مستهلها: إن الدور الفعال الذي لعبته الأمم المتحدة عند بحثها قضية استقلال بلادي كان دورا عظيما ومشكورا، فضلاً عن المساعدات القيمة التي ما فتئت تقدمها في كثير من الميادين الهامة، مما كان له أطيب الأثر في وضع التخطيطات الإنتاجية على أسس سليمة ومتينة. وختاماً فإن ليبيا، وختمها بالقول بأن ليبيا تدعو إلى التساند والتواد لبناء عالم بعيد عن الخوف والجهل والمرض. وقام الملك إدريس السنوسي
وولي عهده الأمير الحسن الرضا السنوسي بزيارات مهمة إلى كل من المغرب والجزائر ومصر والسودان، حيث شاركت ليبيا من موقعها المؤثر باتخاذ القرارات العربية المصيرية وقدمت مساعدات سخية لأشقائها العرب. وأظهرت هذه الزيارات واللقاءات الدور الذي لعبته ليبيا في توحيد الصف العربي وتنقية العلاقات بين دول الجامعة العربية، وحظي الملك إدريس وولي عهده بالاحترام والاعتزاز حيثما حل أو شارك في صياغة القرارات التي تهم مصالح العرب. في 24 ديسمبر من العام 1968 شهدت ليبيا احتفالات وطنية على جميع المستويات، وليس في ذلك غرابة، ففي هذا اليوم نالت الدولة الليبية المعاصرة شهادة ميلاد أممية، وأصبحت في عداد الدول المؤثرة في توازن القوى على المستويين الأفريقي والعربي، وترافق ذلك مع نهوض متسارع في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي وتشييد المرافق الاستراتيجية. فهذا الجيش الوطني الذي تأهل للدفاع عن ليبيا الجديدة وهذا معرض طرابلس الدولي العريق الذي افتتح لأول مرة عام 1927 وتوقف عام 1939 بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم أعادت المملكة الليبية افتتاحه عام 1962. وفيما نهضت العاصمة طرابلس بشواهد من العمران والمدنية، فقد كانت بنغازي تشق الطريق إلى المدنية والتقدم، وتحتل دورا كبيرا في تشكيل الحاضرة الوطنية الليبية الثقافية والعمرانية.
وشاءت المكرمة الإلهية أن تمنح ليبيا ثروة نفطية عظيمة ابتدأت عام 1957 بأعمال التنقيب المنهجية والعلمية، ثم تكللت باكتشاف هذه الثروة وافتتاح عقول الإنتاج. كان حفل افتتاح حقل الحريقة ومرساه من قبل الملك إدريس فاتح دخول ليبيا عائلة الدول المصدرة للنفط. هذا اليوم التاريخي يتذكر الليبيون أبا عن جد كيف اندفع جيل الاستقلال في العمل لتشييد دولة عصرية تنعم بالزراعة والصناعة وبدور العلم في مختلف المراحل والاختصاصات والمرافق الصحية والرياضية، وكيف أداروا طواحين الماء ومجاريه لتفيض بالخير على الربوع، وكانت ستخلق بلدنا حرا لولا انقلاب العام 1969 الذي شاء أن يوقف بالقوة مجرى التاريخ العظيم لهذه البلاد ردحاً من الزمن. وهكذا عبرت ليبيا مخاض الاستقلال العسير، وشيد الليبيون بفضل تضحياتهم وصبرهم أساس بلد آمن أنعم الله عليه سبحانه بخيرات وعقول ورجال تعاهدوا على تسطير صفحات مشرقة من التاريخ. فلنتخذ من هذا التاريخ دليلاً وعبرة ومرشداً لنا. في مثل هذا اليوم ومنذ 60 سنة صارت ليبيا بلداً حراً ومستقلاً
متحررا من نير العبودية والاستعمار. ليبيا بمناطقها الثلاث طرابلس وبرقة وفزان وقبائلها ومكوناتها المختلفة توحدت تحت راية واحدة ودستور واحد لتشق الطريق إلى مكانة مرموقة بين الدول. هذه السنة وللمرة الأولى ومنذ 42 عاما نحتفل بذكرى يوم الاستقلال، ليس بهدف الاحتفال نفسه وإنما لكي نستأنف المسيرة قدما إلى الأمام. الملك إدريس رحمه الله كان يقول: المحافظة على الاستقلال أصعب من نيله، فما أحوجنا اليوم إلى حماية هذا الاستقلال من العبث والتفريط وطمع الطامعين. وإذ تقف ليبيا اليوم على مفترق طرق صعب وفي نقطة تحول تاريخية، فإن صوت العقل مطلوب وتوحيد الإرادة الوطنية واجب، وبغيرهما يصعب أن تعبر بلادنا ضفاف السلامة والمعافاة. وكما هو الحال اللحظات التاريخية دائما، نجد أنفسنا أمام قرارات يجب علينا اتخاذها بالتشاور والتضامن والاعتدال، وسبل لا بد لنا أن نسلكها موحدين وواثقين بشعبنا وجدارتنا، فجروحنا عميقة لكن تطلعاتنا إلى المستقبل تخفف من تلك الآلام وتلك الجروح. الآن وقد انتهت الحرب وعادت مصائر بلادنا إلى أيدينا وانصرف العالم عنا إلى شؤون أخرى، فقد جاء أوان العمل وحل وقت البناء من أجل تحقيق تلك الطموحات النبيلة للليبيين في بلد آمن دستوري ديمقراطي يحقق الرخاء ويحترم مكونات الشعب من عرب وأمازيغ، ويطلق طاقات الشباب والبناء والمثقفين وأبناء القبائل والمزارعين. فإن الارتقاء بليبيا لن يكون سهلا بالطبع، لكنه ليس مستحيلا إذ ما تذكرنا مآثر أجدادنا وأبائنا في تحقيق الاستقلال وبناء أسس الدولة الحديثة. لنتذكر أن لكل ليبي حق في ثروة بلاده وفي خيرات هذه الأرض، وأن لا أحد يملك الحق ليكون فوق مصالح البلاد وخارج القانون. وقبل هذا علينا أن نضع نصب عيننا كل من موقعه تنمية قيم المواطنة الحقة وترسيخ روح الشراكة في هذا الوطن، ونبذ الانتقام وإعلاء روح التسامح والمصالحة، وأن نذكر دائما فضل الشهداء الأبرار في تحرير بلادنا من الاستعمار والظلم والاستبداد. كل ليبي منا رجل كان أو امرأة له الحق المطلق في عمل كريم وسكن لائق وفي التعبير عن رأيه وعقيدته، ولكل امرأة نصيب من العمل والكرامة والحقوق المدنية، مثلما علينا جميعا واجبات حماية هذا البلاد والذود عن استقلالها وسمعتها ومكانتها. ليبيا أروع اسم وأجمل قطعة أرض وأنصع صفحات تاريخ، وهي بلادنا التي سقينا شجرتها من أنبل الدماء وأشرف الدموع، فما أحرانا أن نضعها في قلوبنا وضمائرنا دائماً.